السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى نهاركم يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه جيوات سوسو البسيطه اللي تمنى تنال اعجابكم وطرقكم. وصفه اليوم كيف كتشوفوا معايا وصفه ديسير او شوكولا، كيف كتشوفوا معايا انا عملته بجوج الاشكال، نتمنى طرقكم وينال اعجابكم. بقاو معنا ما تشوفين. غنبداو على بركه الله المقادير ديال هاد التحليه او الديسير. كيف ذكرت لكم في المقدمه ديال جوج انواع ديال الشوكولا، اول حاجه كتشوفوا معايا غناخد اترو ديال الحليب. كيف كتشوفوا معايا اترو الحليب، انا اخترت اترو اللي بغا نسيطرو ان الكميه قل، ماشي مشكل، كيبقى داكشي على افراد الاسره ديالك وعلى حسب الضيوف اللي غتقدميهم لهم ان شاء الله. عندي هنايا شوكولا غيش، خديت انا هنا كيف كتشوفوا معايا الابيض والكحل، هنا تقريبا قيمه 80 غرام الشوكولا الابيض و80 غرام الشوكولا الاسود. بغيتي تستعملي العادي ماشي مشكل، حنا غير بغينا نستعملوا الشوكولا غيش باش يعزز لينا المذاق ديال هاد الديسير. كيف كتشوفوا معايا عندي هنا 6 المعالق ديال مايزينا، كيف شفتوا معايا 6 المعالق. عندي هنايا 5 المعالق ديال سكر سنيده، عندي هنا قطع البسكويت العادي معروف في السوق. اللي بغى يستعمل داك الكحل ماشي مشكل، كيبقى اختيار، انا استعملت هذا العادي. هنا كيف كتشوفوا معايا 10 ديال القطع. عندي هنا معلقه ديال الزبده، اي المعلقه ديال الزبده الحيوانيه، وعندي هنا شويه البودره الكاكاو، تقريبا هنا 7 غرام. كيف كتشوفوا معايا هذا هو المقادير اللي غنستعملو في هاد التحليه، ونتمنى طرقكم وتنال اعجابكم. بقاو معايا تحضروا مراحل التحضير ديال هاد التحليه. اول حاجه غنبداو على بركه الله، غناخدو هذاك البسكوي ديالنا اللي قلت لكم 10 ديال القطع، غنحطوه هكا. شوفوا معايا انا حطيته في صاشيه بهذا الشكل، وغنبدا نهرس فيه هنايا، حيت حنا ان شاء الله غنحتاجوه مفرتت باش نحطوه في الطبقه التحتانيه. كيف كتشوفوا معايا غتبقاو معايا حتى نهرسو. كيف كتشوفوا معايا من بعد ما هرسنا القطع ديال البسكوي ديالنا وصبحات على هذا الشكل، المهم ماشي بشرط تهرس كامله، الا بقاو شي طروفه هكا صغار ماشي مشكل. غناخدو اول حاجه غناخدو جبانية، كيف كتشوفوا معايا غنحطو ديك إطرة الحليب. كيف كتشوفوا معايا اول حاجة إطرة الحليب، كيف قلت لكم قبل اللي بغى يستعمل السيترو ماشي مشكل، السيترو على حسب، كيبقى داكشي على حسب افراد العائلة. غناخدو المايزينا اللي سبق قلت لكم 6 المعالق ديال المايزينا، غنحطوهم هداك اترو ديال الحليب. كيف كتشوفو معايا وغنحركوهم بحال هاد الشكل حتى نحسو بهاديك المايزينا انسجمات لينا مع داك الحليب كامل ومبقاتش مكركبة. الديسير ساهل ماهل، ما تحتاجش شي حاجه بزاف، ان شاء الله نتمنى تطبقوه، ما فيش شي حاجه بزاف. تقدم هكا كتحليه للضيوف او الوليدات بحال هكا، ما فيش الشوكولا، وكتعرفوا الوليدات الصغار كيحماقوا على شي حاجه ديال الشوكولا. غنخليو هذا الحليب على جنب وندوزو ان شاء الله المرحله الجايه. غنبداو باول حاجه كيف كتشوفوا معايا هادو هما الكيسان ان شاء الله اللي غنقدي فيهم الديسير او التحليه ديال الشوكولاط. غنبداو باول حاجه غنوضعوا الطبقه الاولى. الطبقه الاولى كيف كتشوفوا معايا هي هذاك البسكوي اللي سبق لي هرسناه، غنبداو نحطو هكا تحت الطبقه الاولى، كل كاس او فيرين غنحطو فيه شويه ديال هذا البسكوي. البسكوي كيبقى اختيار كيف قلت لكم، ماشي مشكل نحطو اي بسكوي اللي كتفضلوا. كتشوفوا معايا
ان شاء الله دابا غندوزو المرحله اللي غنلوبو فيها ان شاء الله السنيده ديالنا باش تولي لينا كراميل. بقاو معايا ما تمشيو فين. كيف كتشوفوا معايا اول حاجه غنبداو ان شاء الله غنشدو كاسرونه غنحطو فيها السنيده كيف قلت لكم 5 المعالق ديال السنيده السنيده كيف كتشوفوا معايا غنخليوها تذوب على خاطرها تتولي لينا كراميل هي اللي غنحلو بها هاد الديسير يعني ما غنزيدوش شي سنيده اخرى. انا خديت 5 المعالق بالنسبه للاترو اللي بغى ياخذ قل ماشي مشكل اللي بغى ياخذ كثر كيبقى داكشي على حساب نتوما الحلاوه اللي بغيتو. 5 انا ضنيت كافيه بالنسبه للاترو اللي نسيطرو كيف كيبقى جوج كيسان. فتشوفوا معايا غنبقاو حتى تذوب لينا هاد السنيده كامله ان شاء الله. دائما على نار متوسطة ونخليوها تذوب. كيف كتشوفوا معايا بعد ما ذهبت لينا السنيدة ديالنا وصبحت على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا انا في هذا الاثناء غنضيف الزبدة اللي قيمت معلقة كبيرة اي زبدة حيوانية تشوفوا معايا ونحاول نذوب هذيك الزبده كامله دائما بملعقه خشبيه من بعد كي شفتوا معايا دارت لي هذيك الزبده غنضيفوا الحليب اللي سبقنا درناه مع المايزينا وفي اللحظه غنكونوا شويه حذرين دائما البوطه تكون شويه ناقصه ونخويو هذاك الحليب كامل كيف كتشوفوا معايا واخا تبان لكم الكراميل تجمعات كيف كتشوفوا كتولي على هذا الشكل ولكن من حدها وهي كتذوب مع هذيك الحليب غيبقى غادي ان شاء الله ويذوب لينا هذاك الكراميل اللي تجمع بحال هكاك حيت مساله طبيعيه الكراميل سخون زدنا الحليب بارد غيتجمع لينا بحال هكا. فهاد اللحظه عفوا غنبداو نحركو بشويه حتى يعقد لينا الخليط ديالنا كيف شفتو معايا باش ان شاء الله غنقسموه على زوج. هي فاش غنديرو الشوكولا الابيض غنخليوه ابيض والنصف الاخر غنديرو فيه الشوكولا نوار. كتشوفوا معايا ها هو بدا كيعقد لينا الخليط ديالنا يلا كيف كتشوفوا الكراميل كامل داب ما بقى حتى شي حاجه الخليط ها هو بدا كيعقد لينا صدقوني هاد التحليه كتجي رائعه. ما تنساوش دائما الدعم ديالنا باش تضغطوا زر لايك اي جيم اللي باقي ما تشاركش معانا يشارك معانا ان شاء الله باذن الله باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. تشوفوا معايا ها هو بدا كيعقد كيف قلت لكم حنا ما غيعقد لينا ان شاء الله غنحاولوا نقسموه على جوج نقسموه على جوج ديال ها هو الخليط شفتو معايا عقاد على هذا الشكل. انا في هذا الاثناء غناخذ اناء اخر غنقسم فيه الخليط ديالي شوفوا معايا ها هو خديت كاسرونه اخرى نحاول نقسم الخليط على جوج كتشوفوا معايا باش النص ان شاء الله غناخذو فيه نص غنديروه بالبيض والنص غنديروه بالكحل. شفتوا معايا الخليط الاول غنضيف ليه الشوكولا
معايا. وشوية الغبرة ديال الكاكاو باش تطلق لينا ان شاء الله اللون. والخليط الثاني كيف كتشوفوا معايا غنضيف فيه شوكولا ابيض. حنا في هاد الاثناء كيف كتعرفوا راه الكيسان ديال لي فيغين ديالنا جاهزين بعد ما ذوبنا الشوكولاط في الاول. دابا الغسل الثاني دابا ان شاء الله غنحطو نحطو الديسير ديالنا في لي فيغين ديالو. بقاو معايا وما تمشيو فيه. كتشوفوا معايا انا درت لي فيغين الاولين كيف شفتوا معايا الطريقه الاولى. كاين غير استعمل الطريقه انه يخلي يدير الطبقه الاولى وخليها شويه تبرد كيف درت شفتوا معايا هنا انا درت الابيض نخليوه يبرد. الحق تخليو النصف الثاني ما كتزيدوش ليه الشوكولا حتى تل شويه وتزيدوه ليه وغنضيفوا طبقه ثانيه على هذا الشكل. شفتوا معايا على هذه الطريقه معايا. ها هو لي فيغين ديالنا كيجاو نص بالشوكولا ابيض ونص بالشوكولا كحل. بقاو معايا ان شاء الله ندوزو لمرحله التقديم ديال هاد الديسير. كيف كتشوفوا معايا ها هو الشكل النهائي ديال الديسير ديالنا. كيف لاحظتوا زينتو من الفوق او غبرتو بشويه بودره الكاكاو من النوع الجيد. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتطبقوا ان شاء الله في ديوركم. كيتقدم بارد هائل ومنعش في نفس الوقت. هكا ما تستغناوش عليه في المواعيد الرمضانيه او هكا من وراء الاكل. خلاص كيجي هائل وممتاز. كيف شفتوا معايا سهل التحضير ما فيش تعقيدات بزاف. ها هو كيف كتشوفوا معايا اللي درنا نص نص كي كيجي الشكل ديالو. او اللي بغى يديرو كامل كحل كيف شفتوا معايا انا حضرته من قبل. ها هو كحل كامل ابيض كيبقى لكم الاختيار. وتيجي داك البسكوي ديالو من تحت مغزز رائع كيف كتشوفوا معايا ما سخيتش بكم. نتمنى ان شاء الله اللي باقي ما اشتركش في القناه ديالنا يدخل يشترك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. ما سخيتش بكم تهلاو ليا فروسكم والله يعاونكم. تلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده ونهار جديد. الله يعاونكم.